السلطان، هما بيبصوا لي كده ليه؟ أنا خايف ما شاء الله. مش عايزين تقولوا ضربتوه ليه؟ ما أنا قلت لك يا بيه، ضرب أخويا بكرة، وأنت زي ما أنت شايف كده أخويا بكرة دمعته قريبة. دمعته مين يا روح أمك؟ قول روح أمك تاني وهقتلك مكاني. هو بيقول لمين يا سلطان الكلام ده؟ باشا بيكلمني أنا باشا. ليك أنت. اهدى اهدى، عايزين نخش السجن مش عايزين نلبس عدينا. يلا يا سلطان خدهم طلعهم بره القسم، وبالمره روح معاهم لابوهم يا سلطان، قول له ما يزعلهمش تاني عشان بكره دمعته قريبه وبيضرب ابوه. ايه يا باشا؟ يا باشا هنطلع بره القسم ايه؟ بص يا باشا انا معايا مخدرات. ايه ده؟ دي مخدرات فعلا؟ حقيقي يعني؟ بس دي غلط، دي بيحاسب عليها القانون. يا بكرة أنا مبسوط منك خالص، يعني أنت دمعتك قريبة وكمان صريح، يا زين ما رب أبوك بجد يعني. معلش أنا مضطر أحبسكوا يعني عشان خاطر ده مخالف للقانون. اللي تشوفه يا باشا. خدهم يا سلطان على الحبس، بس بعد إذنكوا يعني خلي السلطان يزقكوا قدام المساجين كده عشان يعني. ماله يا باشا؟ يلا سلطان. أروح معاهم يا باشا؟ روح سلطان. يلا سلطان. ايه ده حقيقي؟ مخدرات؟ والله العظيم، بس هي عامله زي دي ليه كده؟ مش عارف بقى.